اهلا بكم مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على فيسبوك. معكم ربيع شنطف من احد السوبر ماركت، ومعنا صاحب السوبر ماركت الاستاذ مالك حسبيني. اهلا وسهلا فيك. شرفنا فيك وأنا بتشكرك على ثقتك وثقتنا بالمحل. شكرا لك. يعني نحن اليوم عم نحكي عن انخفاض الدولار، او فينا نقول يعني سعر صرف الليرة صار اقل من قبل، يعني 11500 يمكن تقريبا اليوم 11600 بهالرينج. السؤال اللي عم ينسأل، هل تراجعت الأسعار مع تراجع سعر الصرف ولا لا؟ بس بالعادة بيزيدوا أسعار بس يزيد سعر صرف الدولار، بس إذا رجع ما بيراجعوا. هلأ حنكتشف هيدا الشيء. بالأمس كمان كتير برز، وكمان زميلتنا غدا جبيلي عملت عن الفتوش، قد ايه صار تكلفة الفتوش. اليوم هناخد أمور أخرى رمضانية أيضا، عشية الشهر الفضيل، لنشوف أيضا هي أساسية بتكون على المائدة، لنشوف كمان كيف صارت أسعارها، وطبعا يمكن تزيد من هون لوقتها، ولكن نحن عم نعتبر أنه انخفض سعر الصرف، فهل انخفضت ولا لا؟ خلينا نبلش. إذا بدنا نعطي أمثلة، يعني طبعا الرز هو مهم برمضان. خليني ألفت لك نظرك لشغلة بسيطة. اليوم نحن مع تراجع نسبة الدولار اللي عم ينزل بالسوق، ننتبه أنه الشرك اليوم 90% منها مسكرة، ما عم بيسلموا نهائيا، وأسعارهم يومية عم تطلع. عم يعني تحكي التجار، يعني اللي أنتوا بتجيبوا منهم مسكرين؟ جملة عم نحكي شركات، الشركات الأساسية اللي هي بتتكفل جميع وكالات البضاعة الموجودة بالسوق، هي هيدي البضاعة ما عم تتسلم نهائيا، واللي متحكم بالسوق هو تجار الجملة. يعني انتو اللي عم تبيعوه هلأ هو اللي كان موجود عندكم قبل، الستوك الموجود. واذا بدك هلأ انت تجيب مثلا رمضان زيادة، من تاجر جملة نهائيا، يعني ما بينجاب من الشرك، من تاجر جملة، يعني اللي هو مثل حضرتك، يعني ايه بس مخزن عنده ستوكات اكبر. هيدا الفرق. هلا قبل ما نفوت ببعض الاسعار، كمان قلت لي تحت الهواء شغله انه في احد مشروب الطاقه نزاد 50% بشكل صاروخي، تقريبا 50%، وكان الدولار كان جامد، لانه نحن مثل ما منتبهين انه دولارنا اليوم له تقريبا بحدود الجمعه ونص ثابت، ما في لا عم يطلع ولا عم ينزل. بتفاجأ من احد الشركات انه بيصلني رساله انه عملوا معروف بضاعتنا تطلع كلياتها بنسبة 50%، رغم انه ثبات الدولار. ثبات الدولار، هلا ما عم نقول نحن ثابت مثلا على الـ على الـ على 13، لا، انه عم بيقشط شوي بيطلع شوي، بس انه ما عم بي ما بي ما بيطلع عنه، يعني بعد ما نزل من ال 15 وال 16 بعد ما نزل من ال 15 كان بالضبط، ما في داعي يقولوا لكم، فقالوا لكم انه زيدوها 50%، وهذا اللي عم بيصير مش بس مع هالشركه، مع كل الشركات. نعم، نحن اعطينا نموذج. نعم. طيب خلينا نفوت بالامور الرمضانيه، اذا فينا نقول كيلو رز قد ايه صار هلا؟ صار ب 11000 للأسف صار ب 11000. طيب قد ايه كان من اسبوعين؟ كان تقريبا ب 8000 او 7000 ليره. يعني لما كان سعر صرف الدولار 15000 كان حقه 8000. هل طب شو هذا تقريره؟ شو ما بعرف بكل صراحه، ما بعرف. واللي نحن عم نتفاجئ فيه اكثر شيء انه رغم هيك يوميا عم تتغير اسعار. طيب الشوربه كمان هي مائدة أو موجودة على المائدة بشكل رئيسي، قد ايه سعر الظرف صار؟ الظرف تقريبا بتروح بين 7 و 8 آلاف ليرة ل 9 آلاف ليرة. كان 1000 ليرة. كان 1000 ليرة صحيح. كان زمان. كان زمان. نعم. طيب كيلو الفاصوليا مثلا، عم ننقي بعض الأكلات اللي هي بتكون موجودة على المائدة، يعني وكنا نعتبرها طبيعية وخفيفة، يعني كيلو الفاصوليا. الفاصوليا تقريبا شي 10000 أو 12000 ليرة. عندك اللي بيلفت النظر، نعم، المعكرونة. أيوة. 12000 صارت علبة المعكرونة. هي جمل هيدي ولا هيدي؟ نعم. هيدي. صحيح. 12000. قد ايه كانت؟ كان حقها 4500 ليرة. نعم. الكاتشب. الكاتشب اليوم غلي. ايه اليوم غلي. اليوم؟ اليوم غلي. قد ايه صار؟ كل بصراحة كل شركة إلى رينج معين، يعني غلي كثير. مش بحدود 20%. اها 20%. يعني 20%. والسؤال هو إنه ليش غلي طالما الدولار استعب؟ ما في مبررات نهائياً. وانا برايي الشخصي اللي مجمد الدولار هلا بالسوق
هو الشركات الكبيرة اللي كلها مسكرة. هون الكارثة، هون الكارثة الكبيرة. بدي بلش بالقياس الصغير. أنا حاعطيك اكزامبل لقياس صغير، أنا ما عم بذكر ماركات لأنه كلهم صاروا مثل بعضهم. مش مشكلة هلا، معلش في هن كمان ينذكروا، مش ينذكر أسمائهم، يصطفلوا، ولكن إذا حابين يستمروا لازم كمان يشتغلوا بحكم الله يعني. صحيح. هلا أنا كان أنا ذاكر كان لتر الزيت كان حقه 5000 ليرة، اليوم لتر الزيت صار حقه بال 20 و 23 ألف. طيب لتر هيدي قد ايه فيها تقريبا؟ هيدي 750 ملي، ما بيجوا اكزاكتلي لتر. 21000 كان شيء، كان 5000 ليره. 5000 كان 5000. الحجم الاكبر شوي عندك بال 140. هيدا 140. حسب يعني، للاسف يعني شيء ببكي يعني. هيدا صراحه مش هيدا شيء 100000 ليره يعني. واللي بيلفت لك نظرك اكثر مثلا، احنا عم نحكي اذا عم نحكي قصص رمضانيه، في عندك البازيلا والجزر يلي هي تنكه 300 جرام صار مبيعها 14000. يا اخي طب هيدا اللي انجأ تعمل ما بتعمل طبخه، ما بتعمل طبخه يعني، ما تخزن اللي ما معه شو بيعمل؟ شو بيساوي؟ وانتم كتجار مضطرين تبيعوا مثل ما عم يجيكم، مثل ما نحن عم نستلم، بلس انه نحن اليوم طالعين مثل ما بقولوا بالبوز يعني، نحن كل شيء بيطلع بوشنا، كل العالم بتقول لا هول هن اللي عم يستحقوا، هن اللي كامشين السوق. لا انا مثل ما عم بجيب انا بصعب. القهوه عندك شيء مدعوم؟ مدعوم كان عندنا السوبر والنجار. صار عندك مشاكل بالمحل مرتين للاسف. احكي لنا كيف يعني، شو صار؟ من ورا الزيت، من ورا الزيت، وانا صرت اتخفف ايه ما بقى. لا ورا الزيت المدعوم. مدعوم هلا بطل عندك الزيت مدعوم؟ لا 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 نهائيا. قد ايه اذا مدعوم؟ اذا قلنا وحده يفرق كثير يعني، بدك تحكي لتر ب 10، لترين ب 20، 3 لتر ب 30 يعني، هيك عاملين يعني. اللي قلت لي حق 140000 اذا مدعوم يعني 5 لتر 50000. فرق كبير، فرق يعني شي 100000 تقريبا فرق يعني. اليوم تحكي طيب القهوه قد ايه صارت قويه؟ القهوه شالوا الدعم عنا. القهوة بيقولوا لك انه مدعوم، بس هو فعليا مش انه مدعوم، ايه بس هو فعليا مش مدعوم، هو انشال الدعم على اساس كانت بستة وستة ونص، فجأة صارت بتسعة وعشرة يعني، عرفت؟ طلعت تراتبية. طيب الشاي مثلا كمان، الشاي كمان غلي كتير يعني، في عندك انواع صارت ب 30 و 40. النوع الشهير اللي هو في 100 زرف، في 100 زرف قد ايه صارت بالعشرينات. نعم ما كانت الحليب حدث ولا حرج. الحليب انا بحب الفت لك نظرك على نوع من الحليب واحد اللي هو اللوز، حليب اللوز اللي كنا نجيبه ب 20000 صارت رسمال علينا 55000 يعني، هيدا شيء جدا مؤسف. هلا يمكن هيدي امور كماليات بعرف، وهي امور مش لا الحليب أساسية. برمضان عصحور اساس. صحيح، بس انا بحكي كحليب اللوز بالاخص يعتبر من الكماليات لناس معينه. نعم. ايه فطلع شقل تقريبا سعره شي 45%. طيب كمان في الحمص بطحيني، خلينا نقول كمان اساسي على الطاوله. صحيح، صحيح. الحمص عندك تقريبا العلب 6000 و7000 ليره يعني، اللي بيعملوا ما توخزني صحن، صحن واحد. صحن واحد. والمعلبات كمان كلها غلي، كله غلي يعني. اذا بتحب تاخذ علبه لحمه مثلا ب 30000. علبة لحمة ب 30000 يعني، كيلو لحمة كمان. لا انت بتجيب كيلو لحمة يعني، ما حاعطيك اكزامبل بسيط، هي اكلة الفقير. اكلة الفقير يعتبر الخبز والسردين او التونة والمرتديلا. هلا والمرتديلا صح، السردين كنا نبيعها ب 1005 اللي هي علبة زي. صحيح. صار رسمال علينا هلا 7000 وشي عدة السردين. عليكم 7000. صحيح. طب فينا نقول قديش التاجر صار عم يربح بورسنت اذا ما بورسنت؟ ما في ربح. انا يعني مثلا ربح. يعني اللي بقول لك في ربح لحظه، لنقول مثلا بالمية قد ايه كنتوا تربحوا بالايام الحياه العاديه؟ 10 15 20. وهلا عم تضطروا تربحوا؟ ما في ما في ربح. اللي بقول لك عم يربح كون عم بيكسب، مش ما في ربح، لانه في عندك بالمقابل، كيف كنت تستمروا؟ في عندك بالمقابل مصاريف ضخمه وهائله يعني، الخساره اصلا قبل كنا نحمل مرتجعات للشرك، هلا كلها وقفت. كنا نحمل في عندك موظفين، اجارات، كهرباء، يعني في 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 خساره بتترتب على جميع الامور للاسف.
طيب كمان في يعني مساله مثلا يعني الحام. بعطيك بس بالاذن بعطيك اكزامبل بسيط يلي هو علبه كورن فليكس كانت تنباع ب 5000 ليره اليوم صار حقها 41000. في كتير تفاعل على الفيسبوك، عدد كبير من المشاهدين عم يحضرنا هلا. خلينا نقول الحامض مثلا، بديل حامض كان حقها 3000 ليره او 2000 ليره صارت ب 9 و10000 ليره، ويمكن كيلو الحامض تقريبا بهذا ال صح 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 بس ما بي صحيح. هي بتضاين اكثر صحيح. في عندك علب طن مثلا صارت ب 21000 21000. نعم. طيب الطحينة كمان كتير بيستعملوه. الطحينة كمان طلع، الطحينة ماشي على الدولار. حسب الدولار يعني كيف يمشي الدولار ماشي الطحينة. هلا عم نشوف كمان شوية تفاعلات من قبل الناس، يعني في منهم أكتريتهم عم بيهاجموا التجار. يعني مثلا حدا عم بيقول قهوة اليوم جبتها نجار مدعومي ب 6500. أوكي. يعني بعد في مدعوم عم بي ليك اللي ما بتابع يومك يومك مع التجار ما بلحقهم، رغم انه انا انتبه كل كلمه عم بحكيها انا مسؤول عنها لانه انا عندي بروف. انا ما بطلع بحكيك حكي من راسي او بجي بقول لك مثلا انه لا شالوا الدعم عنا، لا انشال الدعم عنا هي وكل شيء نسكافيه وهالامور هيدي كلها تنشال عنا. انا بيقولوا التجار كلهم كذابين، نحن نتحفظ على العبارة. أصلا مالك هو يعني مش عم نعمل له دعاية، بس هو بالعكس كان حابب يوصل هيدي المساج إنه هو مقهور ومش مبسوط إنه هالقد عم ببيع بالغالي لأنه مضطر عم تجيب أنت بالغالي. الخبز امبارح نزل صار 2005 صحيح. التزمته بصراحة بس هلا صار مثل البورصة الخبز، وصار مثل خلينا نقول البنزين او المحروقات. صحيح. يعني صار كل ساعة كل دقيقة سعر، كل دقيقة سعر، وحتى ما فيك تحكم على اسعار اذا كان عندي ولا كان برا. يعني الكعك شو وضعه؟ الكعك بعده نفس الشيء، ما هو قد ايه ما في عندك من 5-6000 ليرة، يعني ما غلوا كثير، ما كثير غلى هو لانه بيلحق كمان الخبز. يعني في عندك امور المنظفات هونيك الكوارث هلا بنحكي فيها، بس خليني بعد بدي استغل شوف يعني السكاكر ما بقى عم نهتم فيها قبل نهائيا ما بقى عم نهتم فيها. مارس قد ايه صار؟ ما علي لو بدنا نذكر بعض العبارات. 5705 يعني صار حلم. وطيب في كمان هون سؤال هلا اجى براسي، تقليد الماركات ما بيمشي اللي نحطه على السوشيال ميديا حقيقيين ولا ناس عملتهم؟ يعني مثلا مارس عملوا شيء بيشبه لا حقيقيين صار في منهم بالسوق، في منهم بس ما بيمشي لانه اللبناني معود على الاسامي، معود طول عمره اللبناني على الاسامي. مش غلط يكون معود، وهالدوله وصلتنا لهون للاسف. صحيح. يعني نحن ما بدنا نجلد حالنا ونقول ما لازم نتعود. في قصص كمان الاجبان والالبان صار مش مسترجي اسال يعني مثلا كان شيء ب 500 صار ب 4000 كان مثلا كانت ب 500 4000 وكسور الهولز كمان 4000 ترايدن سكيتلز 11000 كان حقها 1000 ليره الكيس. يعني تو ماتش. قال انت مش مقهور ورح تنزل دمعتها. في حدا عم بيقول انه حرام رح تنزل دمعتها، انه هي مش مصدقه انه في تجار منيح، معتبره انه كل التجار مش منيح. لا ليك حقلك شغله، نحن كشعب لبناني ما في احلى منه، بس بالاجمال عم نحكي بالاجمال، بس للاسف هي ايدينا اللي وصلتنا لهالايام للاسف. شيء مؤسف يعني عم بيجي زباين ايام بيحرجوك على 1000 ليره، يعني بيحرجوك على 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 شيء لا يذكر كان لبناني ينحلف فيه بكل بلاد العالم. طيب كمان من اساسيات السحور اذا فينا نقول حليب. حليب حكينا عنه، خلينا نقول البيض. هون الكارثه الكبرى بيض. هيدي فيها قد ايه؟ فيها 6 فيها حاعطيك هاي لانا حافظها. ما هي ما مش ترجي اسأل. 24 حبة صارت ب 32000. شو رأيك بمقاطعة بعض البضائع؟ هلا ما بتنجح. في منهم قاطعوا البيض والدجاج لفترة. ما بتنجح بلبنان لسبب واحد، لأنه شعب مش موحد بكل بساطة. هي ما بدها اثنين يحكوا فيها. حسك مع الثورة مش حسك مع التجار يعني. لا 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 لا. أنا مع العالم، ما مثلي مثل العالم، ما أنا ما تخزي عم روح اشتري مثلي مثل العالم.
يعني اليوم بدك تروح تشتري، شو بتعمل لك المئة ألف ليرة أو الميتين ألف؟ ما بتعمل شيء ولا شيء، مسخرة. يعني عيب واحد يحكي في أنواع من الجبنة أنا اشتريتها من يومين للمحل. نعم. وحأذكر قد ايه جبت كميتها. اذكر شو اسمه شوي. لا 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 انا ما بحب، انا بتحفظ. أوكي. عنه. طيب. هن اربع قوالب. الاربع قوالب. اول شيء جبنة بعلبة ولا ايه ايه علب علب. آه. علب. اوكي. اربعة. كل واحدة وزنها 200 جرام. اوكي. حقه 180 الف. لركز معك. اوكي. اربعة. أربع قوالب. أربع قوالب. كل وحدة وزنها. كل وحدة وزنها 200 وشوي. نعم. أوكي. حقهم رسمالهم 180 ألف. نعم. تحكي أربعة. وقد إيه بدك تصير تبيع؟ اللوئية. 45 و 46 ألف. اللوئية. لا هن بيجوا باكت خلص. نعم. مش. نعم. مش إذا بدك تشوف هون كمان. وين هو اللي عم تحكي عنه؟ عندك هون ديترجنت. يلا معلش كمان تنظيف هو يومي برمضان بغير رمضان. يعني عندك كل شيء، دواء غسيل كثير غلي كثير. اذا هيدي مثلا دواء غسيل هيدي صارت بال 50 ألف. هذا صارت حلم يعني. ايه يعني هذا اساس يومية يعني. تعول الجلي برمضان كمان كل العالم تقعد تجلي وبتصير يتخانقوا كمان. غلوه 25% من جمعة بالضبط. دواء الجلي مثلا. دواء الجلي صحيح. الاكس دواء الجلي محطوط هون. اوكي. صار تقريبا عندك ب 13 حسب الحجم. كمان حسب الحجم. هذا الحجم مثلا. صحيح 13. 13. عندك المصيبة العمياء. ايه. 23000. هيدا 23. لا. هي. هيدا 23000. صحيح. كان قد ايه؟ كان حقه يمكن 5000 ليرة. 450 مليلتر يعني. ماشي نص لتر يعني. طيب. هلا فوق مخبيلنا بعض الامور. خلي تفضل سبقنا لنطلع لفوق نحكي على المكتب. نشوف يعني قد ايه كانت الاسعار وقد ايه صارت. اذا فينا نقول تقنيا. انتوا عم تضطروا بشكل يومي تغيروا او صحيح. يمكن مش بس بشكل يومي يعني صحيح. بين ساعة وساعة صحيح. دورنا على الكمبيوتر لنشوف لحتى نحكي يعني. انا بس حاعطيك هلا في حدا عم بيشكك بالاسعار انه من كل عقلك مصدق انه عم يقلك الاسعار الحقيقية. عم بتقلي الاسعار الحقيقية اكيد حلو. دواء الجلي 9000. انت قد ايه قلت تحت 13 صارت. انتبه انا معي هذا قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ انتبه انا عندي اوراق شركه يعني مش انه مش من راسي مغليهم يعني. كمان يعني يلاحظ نحن عم نحكي هون عن يعني المواد الموجوده هي كلها ماركات. انت ما بتجيب شيء تقليدي. لا. طب ما يمكن الناس للاسف هذا اللي وصلنا له بصراحه. للاسف يعني انه العالم ما بقى عم تركض، صارت عم تركض على الرخيص للاسف. طيب خليني بس افوت لك على طيب هيك بنستغل الوقت كمان بنشوف كمان الناس شو عم بيقروا شو عم بيكتبوا. ايه في حدا عم يسالك في اشياء مدعومه مخبيه انت؟ لا اكيد لا. هاي مستودع فيك تشوف اللي بدك اياه، فيك تعمل لفه قد ما بدك يعني، بس يعذروني على الكركب يعني بس مش اكثر. ايه هلا بنفوت على المستودع ما عليه حيعذروك ما تخاف. امبارح رحت لجبت زيت 14000 الله يرحمنا برحمته. بسكوت الدبكه كانت ب ايه صارت 1000 ليره. كانت 52 صارت 1000 ليره. نسكافيه. اي نسكافيه منهم؟ مثلا ظرف لنقول. الظرف 1000 ليرة بعده، بس انه الجمعة الجاي على الأكيد بده يغلى. الجمعة الجاي بده ينزلوا كل شيء نسلة فعلى الأكيد بده يغلى. سو اوكي خلينا هلا هون أنا فتحت لك السكري اللي هو يعتبر مشان يعني نكون واضحين للعالم ونحكيها مثل ما هي. يعني مبين عنا هون أنا كنت شاريه يعتبر ب 5000 5250 5250 4.5 5.5 7600 9.25. إذا بنركز هون عنا هون بنتفاجئ إنه نحن من 25/2 ل 24/3
هيدا السعر يعني فرق شهر مع واحد بشهر يعني تقريبا تقريبا اقل من شهر اقل من شهر بنكزة. اقل من شهر بنكزة طلع عندك تقريبا السعر 40%. هيدا انتبه كيلو السكر كان 5000 ب 25 شباط 2021 صار 9250 ب 24 اذار 2021 وعم بحكي اسعار رسميه لهي طيب مش المبيع. طيب بما انه الدولار يعني رجع شوي أوكي. مقابل او الليره مقابل الدولار أوكي. بس انتم بعدكم بنفس الاسعار يعني هذا اللي بلشنا فيه هذا الحديث صحيح وللاسف بعدها عم تطلع وبعد يعني الدعم. تطلع عليكم تضطروا تطلعوها صحيح صحيح. هيدا اذا بتحب كمان تشوف الرز كان 5.5 رجع قشط 4.5 4.5 6750 9000 وبنلاقيه فجاه فزل ل 11000 بخلال عم نحكي من 25/2 ل 24/3 كمان نفس نفس الطريقه. واللي نحن عم ننتبه له اكثر شيء اللي عم تغلى على العالم هي البضاعة الأساسية اللي بتعتازها. كل شيء كماليات ما عم يغلوا. طيب في شيء حتبطل تجيبه تبيعه؟ يعني في كتير سوبر ماركت مثلا مادة معينة انه هيدي اعطيك اياها بصراحة حبطل تجيبه. انا كنت اعتمد كتير على قصص المستوردين شغل برا. ما كنت اتكل حتى ان كان مواد تنظيف ما اتكل على تبع الشرك الموجود بلبنان. كل شيء امبورتد كل شيء عليه يعني القدر والقيمه مثل ما ايام العز ماركت اوكي كنت انا هاي اعتمد عليه. هلا وقفتها كليا نهائيا لانه العالم ما بقى تحمل. يعني اذا كان في عنا مثلا دواء غسيل شارينه ب 100 دولار انا هلا قد بدي بيعه قد بدك تبيعه يعني للأسف. يعني هذه الأمور كلها اللي عم بتصير مثل ما قلنا أنه في طب حتستمروا ولا خايفانين؟ صعوبة كتير في صعوبة ضخمة صعوبة 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 غير التهريب اللي شغال غير قلة التنظيم غير طيب موضوع التخزين كيف بيتم موضوع التخزين اللي بنحكى عنه؟ انت عم تقول ما في وهلا بنحاول نستكشف من ال بس ايه بس التخزين كيف بيعمل التاجر؟ كيف بيخبي؟ شو بيعمل؟ ليش بيخبي؟ خلينا نسهلها للناس. ما مش بيخبي هو انه لانه عارف حيجي نهار بده يوقف الدعم واذا لحق وقف الدعم يعني بكل بساطة عمل ضرب مصريات وضرب 10 يعني ما بدها اثنين يحكوا فيها يعني بكل بساطة ما بدها هالقد. هلا تخبيت يعني ياخذهم مدعومين وبس يوقف الدعم صح. بيرجع ببيعهم بس ما هو ما مطبوع عليه كلمة مدعوم ما عم ياخذ بكل ما في اسهل منها تنفرط بتتعبى بكياس وبتنباع تحت اسمه كمان وبكل شفافية وطبعا ما في لا حسيب ولا رقيب. بلد انتوا ما بيجوا لعندكم هون مثلا جمعيه المستهلك تبع الاقتصاد واللي بدك اياه كلهم بيجوا شو بيعملوا؟ بشيكوا على الفواتير وعلى الرفوف يعني بيشوفوا بيروحوا عند الكل بس هني لانه ما عندهم عديد كافي اصلا ما يعني دائما بيعانوا ما في عديد كافي للاسف. وللاسف الكبير انه ما عندهم متابعه نهائيا على اللي عم بيصير بالشرك ما في. انتوا كمان بصفوف التجار اذا فينا نقول في عذرا عن التعبير ولاد ست ولاد جاري يعني ممكن يفوتوا لعندك تبعوا وزارة الاقتصاد بس مثلا على اكس على منطقة اكس ما بيفوتوا. طبعا 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 وشي يعني مثل كيف البلد ماشي ماشيين للأسف يعني لانه ما في قانون ما في من يحاسب ما في من يتطلع بالعالم مين 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 هلا بده يشيل برمضان؟ مين بده يغطي عن العالم برمضان؟ مين بده يشيل التعب عن العالم؟ يعني امبارح عم بيحكوا بصحن فتوش ب 500,000 ليره، مين بده يشيله هيدا؟ يعني ما تخزي عم تحكي انت بنص معاش زلمه. للاسف يعني. قلت لي في مواد مش ما بقى حتجيبها. طبعا 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 ما لانه ما لها طلب بقى. في بدك تحكي بدك تعتبر انت في 5% من نسبة العالم اللي معها دولارات هي عم تصرف وهي اللي عايشة. طب خلينا نشوف خلينا نشوف المستودع نعمل كشف عندك. هلا ما الحمد لله في شيء
يعني كل شيء فاضي، في ثلاث ارباعه ريتيرن للشركة، بيكون في قصص اكسباير بنسحبها من تحت لهون، وباقي ما تبقى ما في شيء نهائيا. في شيء بعد تحب تقوله؟ يعني الله يفرجها، الله يفرجها على العالم، لانه يعني ايام كثير صعبه للاسف، يعني للاسف. شكرا كثير لك مالك حسبيني، شكرا يعني انك عملت لنا جوله، لانه مش كل السوبر ماركت بتسمح للاعلام انه يفوت وياخذ راحته ويسال اللي بده اياه. نشكرك، وانت على ما يبدو همك الناس، وفي كمان سعاد بتقول انه انت ما بتكذب. الحمد لله. شوف هلا سعاد، ما بعرف اذا بتعرفها، ما بعرف في شخصيه عم تعمل لك دعايه. على كل حال مشاهدينا الكرام، يعني نحن كان هدفنا من هيدي الجوله اولا نقول انه عم يطلع الدولار او عم ينزل، عم يضلوا نفس الاسعار؟ لا، بل على العكس عم بيزيد بعض الاسعار، وهيدي شغله جريمه كثير كبيره. كمان هدفنا انه نفرجي اسعار بعض الامور اللي كل يوم مفروض تكون على الطاوله الرمضانيه، فضلا عن الخضره، لانه امبارح حكينا عن الخضره. وكمان شفنا كيف عم يتعاطوا التجار من تخزين، وكمان حاولنا نعرف كيف عم تتدرج الاسعار من والى بوقت معين. كما كان ربيع شنطة محمود السيد، إلى اللقاء.